امبارح كان السؤال الترند هو مصطفى شوبير لعب ليه وعواد ما لعبش ليه، وليه هل عواد اتظلم وهل ده العدل، وحد تاني يقول لك مصطفى شوبير ده هيبقى احسن حارس في افريقيا، من حق حسام حسن يختار اللي هو عايزه. نبتدي معاك يا جميل. بص يا كابتن خالد، قولا واحدا، احنا لما مصطفى شوبير اصلا لعب مع الاهلي في فتره اصابه الشناوي، الزملكاوي قبل الاهلاوي كان بيشيد بمصطفى شوبير. اكيد تمام صحيح، ده رقم واحد. رقم اثنين، انت لما تيجي تقيم المباراه الاخيره دي، لما الشوط الثاني لما لعب الكابتن مصطفى شوبير على حساب محمد عواد، حراسه المرمى، كل حضرتك لاعب وعارف حراسه المرمى محتاجه الممارسه المستمره. ممارسه مستمره بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا انتقدت كابتن حسام لما جاب محمد الشناوي وكان مصاب ولعبه على طول، لان حارس المرمى لما بيمارس بيبقى في انسجام بينه وبين خط الدفاع. اذا لما نيجي نتكلم فنيا، لا نقصد شوبير ولا نقصد عواد، احنا نقصد وجهه نظرنا. وجهه نظري لما يبقى محمد عواد، مع احترام الشديد لكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو رجع بالصدفه ومش بالصدفه والكلام ده لا يليق اصلا بقيمه سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي لما يقول الكلام ده. على فكره معظم لعيبه العالم بيرجعوا بالصدفه، والصدفه هي بالزبط اللي بتوقف لعيب على رجليه. بالظبط. طب اقول لكم، معلش انا هقاطعك، ممكن تعرضوا لي كده، هقول لكم ليه عواد كان لازم يلعب. عايز اوريكم لقطات، لان الناس بتنسى يا جماعه، عواد كان نجم نجوم السوبر مصري. الاهلي كان ممكن الشوط الاولاني يكسب 4 زي ما الشناوي بالزبط. كان ممكن السيراميكا يكسب الشوط الاولاني بالزبط. 4 بالظبط في الشناوي. لا الشناوي ماتش السيراميكا، ماتش السيراميكا صح الشوط الاولاني، ورجع النادي الاهلي 5-2 أيوة الشوط الثاني بسبب الشناوي.